هنا أكشاك وعربات في كافة أرجاء ساحة باب الخضرة بالعاصمة التونسية تضرب منذ التاسعة ليلا وحتى الفجر موعدا مع مهرجان للسحور في مكان شعبي دأب التونسيون على ارتياده في الأعوام الأخيرة. يجيو كلهم يشيخوا على السندويشات ويعاودوا يرجعوا تقعد معناها كما نقولوا احنا 30 يوم يقعدوا كما نقولوا موفمون تاع خدمه مش نورمال والعباد الكل تخدم وتصور الفلوس وما شاء الله معناها كل عام هكاك. هذه الاجواء اقرب الى الاحتفال من الاكل حيث يرتدي زائر باب الخضرة اجمل ما عندهم متنقلين بين عربات البيض المسلوق والسحلب والأكلات السريعة والحلويات التقليدية التي يقدمها أصحاب العربات المتجولة طيلة العام، لكن تجارتها تزدهر أكثر خلال الشهر الكريم. جو حافلة فهمتني، مو تو كنت باب سويقة، باب سويقة زاد حافلة فهمتني، يجي واحد بشكل يتفرد بدل الجو. الخروج لتناول السحور في منطقة باب الخضرة عادة جديدة على التونسيين، لكنها سرعان ما انتشرت بين مختلف شرائح المجتمع رغم الظروف الاقتصادية الصعبة بالبلاد. نسرين حمداوي، العربية، تونس.